طاقتك أول شي. أنت هلأ يعني رغم كل شي، يعني رغم أنك بتبين للعالم أنك منيح من جواتك، كتير منيح، أنك بخير، أنك بتحتفل، أنك عايش تمام، بس جواتك في حزن كبير. بتداري بأصحابك، طلعاتك، يعني في كل شي، يعني بتداري أنك حزين من جواتك. كمان يعني بتراقب شخص ما، يعني على السوشيال ميديا بتراقب شخص ما. هاي طاقتك الحالية، شو يعني أحوالك، شو راح يصير، راح نشوف احنا كمان. أول شي أنت تستنى أنه حقيقة تظهر لك. يمكن شاكك أن شريكك في علاقة ثلاثية، ممكن هاي الخيارات المرتبطين. بس لو طلعت معي طاقة منفصلة نقول لكم طاقة، هذه طاقة منفصلة. بس راح شوف يعني انت بتستنى في حقيقة تظهر لك، رغم انك متأكد من ان الشريك بيحبك، بس شاكك في شي معين. شاكك انه ممكن الشريك شريكك اللي انت معه حاليا بتشك، يعني ممكن يعني بيتواصل مع شريك جديد او هيك، يعني شي هيك. يعني عندك خوف انك تنكسر، يعني قلبك ينكسر. بس مستني حقيقة تظهر لك، حقيقة انت مستني، يعني مستني يعني حقيقة ما تظهر لك. بس راح بتشتغل على شيء، بتشتغل على شيء في الصمت، يعني ما قايل حدا عليه. يمكن ان بتشتغل هلا على شيء، او الحبيب يشتغل على شيء وبتحس انه بعيد عليك، مشان هيك بتحس ان الحبيب بعيد عليك. ومن هيك يعني بتقول ممكن يعني الشريك بيغدرني، يعني حاسسه بعيد وهيك. وهذا هو يعني الشيء اللي بتدور في دماغك. بس راح تجيك فرصة، ما راح تجيك فرصة عمل، يمكن فرصة عمل. انت بتراقب شخص ما بتراقبه، يعني شوف يعني هيك. والشريك بيراقبك، بس هذه قراءتك انت، لسه راح نشوف قراءة الشريك. يعني بص، يعني عيونه بيشوف، يعني باري مضاعه كل شي، بس عيونه رايحة لشخص ما، يعني بتجسس على شخص ما. ممكن فهمت علي؟ يمكن بتشك ان انه حبيبك عنده علاقة ثلاثية، ممكن. راح نشوف انك وش بتشك ان حبيبك عنده علاقة ثلاثية. ايه يعني بتفكر وتفكيرك معلق ومشتت كتير، بتقول هذا الشخص هل هو في علاقة ثلاثية؟ يمكن هل رجع للشخص من الماضي، يعني بتشوفه كأنه رجع للشخص من هذا. تفكيرك وإحساسك، يعني أنت لسه راح نفتح الكارت بتاعت الشريك، راح ناخد توضيح كمان على الكارت. يجو يعني تستنى الشمس تطلع لك، يعني تستنى الشمس تظهر لك الحقيقة. انت بدك تعرف الحقيقة وبس. تحس ان الحبيب بعيد عليك كتير، بدك تعرف حقيقة ما. يعني بتفكر كتير، بتستنى الأشياء اللي انت يعني زرعتها تحصدها. كأنك يعني بتسارع،
انت تستنى الاشياء اللي يعني انت يعني حس يعني بتستنى الاشياء اللي زرعتها تحصدها هلا، بس يعني راح يجيك من غير الشخص اللي انت معاه، راح يجيك عرض ما، راح يجيك عند انسان يعني مكتمل يعني ماديا وحلوة كتير، بس انت من بدك اياه، انت بس بدك تعرف الحقيقة. لو عرفت الحقيقة راح ترتاح، يعني هلأ تفكيرك في انك تعرف الحقيقة وانك ترتاح. شوفك كمان زعلان، يعني الكرت بيزيد بيأكد لنا كمان، يعني النفس الناس بتبين لهم طاقتك في الأول، بتبين إنك فرحان وكل شي، بعدين بيجي هذاك يعني جواتك، ولما يجي الليل يعني بتبكي، انت جواتك في حزن بس مداري، بس عندك طاقة استشفاء، استشفاء من شيء تحاول تسيطر على مشاعرك. بدك الحقيقة، يعني بدك الحقيقة، ولما تعرف الحقيقة بدك ترحم. يعني ممكن بتشوف ان الشريك يعني عقله وانه بعيد، ممكن هالشريك ما بي يعني ما بيخونك ولا عنده علاقة ثلاثية يمكن، بس انت بتشوف كأنه عنده علاقة ثلاثية وبدك تعرف الحقيقة. اي تمام، بدك تعرف الحقيقة، بدك تسيطر على مشاعرك، بعدين لما تعرف الحقيقة بدك ترحل. ما بعرف ليش طلعت لها الطاقة، بس راح نشوف كمان هالحبيب يعني عنده علاقة ثلاثية او لا، بس راح اخذ توضيح كمان، بس هناك تواصل، يعني هناك تواصل و تواصل استشفاء، ترك كل الاشياء اللي جرحتك، بس هناك تواصل، يعني التواصل راح يكون، هناك تواصل راح يكون يعني فيه صراحة، يعني راح يقول لك صراحة. هلا راح نروح لنصيحتك، نصيحتك يعني خد يعني كل الحيطة والحذر من أشخاص حولك، يعني بدها تسرق منك شي، يعني تسرق منك شي ما راح يزعلوا ولا إيش، يعني يسرقوا وكمان يعني راح يشمتوا فيك. رد بالك من الناس، بدك تفرح، يعني بدك تفرح من كل قلبك، وإن شاء الله راح تطلع الشمس، راح تطلع الشمس راح تشرق، وراح يكون كل شي، راح تطلع الشمس وتشرق وراح يوضح لك كل شي بالك، يعني كل شي، كل الحقيقة راح توضح لك. عندي هون انك راح تترك الماضي ورا ظهرك وراح تفل، راح تمشي، فهمت علي؟ هي طاقتك هلأ، نصيحة، يعني النصيحة يعني كل شي بيوجعك اتركوه، فيل ما تسمع ولا حكي. اختار اول شي، لازم تختار راحتك انت، راحتك النفسية، يعني لازم انت تكون مرتاح. هلأ حبيبي راح نروح للمشاعر، الحبيب نوايا طاقة الشريك الحالي. هلا راح نروح طاقة شريكك، وراح نشوف اذا هلا هو يعني فعلا عنده علاقة ثلاثية. راح نشوف حبايبي، راح نشوف اذا هالانسان يعني عنده علاقة او لا. بدي راح نروح للشريك هلأ، يعني الشريك هل ما هي مشاعره هنا وياه، وطاقة الشريك في الطاقة الحالية.
حبايبي اللي مو مشترك يعمل اشتراك. اسفة يعني عاوزة يعني ما تطلع نفس الطاقة، لازم يعني فرنت الورقة كتير منيح. هلأ طاقة الشريك حبايبي، مشاعر الحبيب أو الشريك، نوايا القراءة اللي قرأتكم انتو، كان جميع الطاقات، كان برج الجوزاء وبرج الثور. طاقة هذا الشريك يعني ممكن يكون في الطاقة الحالية اللي عنده، يعني صريح زيادة عن اللزوم، يعني ممكن الصراحة تكون تجرحك بعض الأحيان. صريح كتير هذا الشخص يعني في طاقته الحالية، هو في طاقته الحالية بيحس كأنه هو كمان سرق من عنده شيء. نفس الطاقة يعني تقريبا، هذا الكارت طلع لكم انتو كمان. طاقته الحالية يعني كلامه قاسي شوي، جاف يعني جاف تعامله، بيحس طاقته الحالية بيفكر كأنه انسرق منه شيء. راح نشوف مشاعره حاليا. يعني بصراحة هذا الشخص مشاعره حاليا بيشوف يعني قاعد ما عم يعمل هو كمان شيء، ممكن قاعد ومستني فرصة، قاعد ومستني شغل، قاعد مستني شيء يعني شيء يصير. قاعد مستني فرصة، ممكن أكتر فرصة يعني مستني فرصة مادية، فرصة تجي من العمل، ممكن بده يغير عمله. مشان هيك يعني ممكن هذا الشخص يعني يكون منشغل في العمل، منشان هيك بتشوفوا انه مو معاكم، ما بتحسوا. هاخد كمان بصراحة بشوفه هو هذا الشخص يعني